حول الموضوع عندما لنا عبر الهاتف من مقلب اللواء محسن خصروف المحلل العسكري. سيادة اللواء مساء الخير، أهلا بك معنا. الجيش اليمني إذن بتحريره حيس يكون قد فتح الطريق المؤدية لميناء الحديدة، أهمية فتح هذه الطريق، أهمية تحرير حيس بالتحديد بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي لهذه المنطقة؟ شكرا جزيلا. مديرية حيث من المديريات ذات الأهمية الاستراتيجية من نواحي متعددة، جغرافيا، سكانيا، من ناحية العسكرية، فهي تربط بين ثلاث محافظات أو تقع على حدود ثلاث محافظات رئيسية، من الجنوب تعز، ومن الشرق محافظة إبدة، ومن الغرب الحديدة، وتتصل أيضا بمحافظة أخرى عبر بعض المديريات اللي هي ريمة. ومديرية حايد يعني تتصل بطرق إمداد من تعز إلى إب وحتى عبر جبل راس ومدينة حايد، ومن حايد كان يصل الإمداد إلى تعز للكلابيين وفي منطقة الساحل الغربي. السيطرة على هذه المنطقة، قطع طرق الإمداد الرئيسية القادمة من إب ومن تعز ومن صنعاء أيضا إلى هذه المنطقة، وفي نفس الوقت تمكين الجيش الوطني من أن تشكل بالنسبة لنا وهذه المنطقة منطلق العمليات العسكرية جديدة نحو الحديدة. نعم. خلال محورين قتاليين رئيسيين، المحور الأول حيث الجراحي جديد بيت الفقيه المنصورية كيلو 16 الحديدة، المحور الآخر يتجه غرب من حيث إلى منطقة التحيتة، ومن التحيتة تتجه شمالا عبر الساحل حتى تحاذي المنصورية في الدريدي. نعم. وتتجه إلى الشمال نحو الحديدة، مدينة الحديدة للسيطرة عليها. إذن أهمية استراتيجية مهمة كبيرة بتحرير حيس، إذن لكن ربما الطرق الإمداد أو الطرق التي يمكن أن يفتحها أيضا هذا التحرير بالنظر إلى ما تم تحريره أيضا من محافظات ومن مناطق إلى حد الآن. المناطق التي تم تحريرها هي مناطق مهمة وتمهد للعمليات العسكرية القادمة، وفي نفس الوقت هناك كان خط استراتيجي للإمداد من ميناء الحديدة الرئيسي إلى تعز بين الكلابيين، السيطرة على مديرية حيث قطعتها خط الإمداد الرئيسي هذا الذي كان يمول معسكر خالد بن الوليد ومعسكر الخوخة ومعسكر أبو موسى الأشعري ومدينة تعز نفسها، فأصبح هذا الخط الرابط هو خط مهم تحت سيطرة المقاومة، وسيساعد على استكمال تحرير بعض مناطق تعز إن شاء الله، لأن الكينات ستكون الجيش الوطني في وضع. طيب بتحرير حي سيادة اللواء كما قلنا الجيش اليمني يكون قد فتح الطريق المؤدية لميناء الحديدة، ميناء الحديدة كميناء كأهمية استراتيجية في سبيل مرور المساعدات في سبيل تخفيف من أزمة الوضع الإنساني، كيف يمكن أن يؤثر في ذلك يعني أهمية الوصول إلى هذا الميناء؟ ميناء الحديدة استخدمه الانقلابيون مع الأسف الشديد لأغراض غير إنسانية، لأغراض لا تخدم المجتمع اليمني، كانوا يستخدمون لاستيراد الصواريخ والمعدات والعتاد والأسلحة والألغام وكل أدوات القتل، بدلا من أن تستخدم هذا الميناء الدولي الرئيسي لاستيراد المواد الغذائية والمعدات الطبية واحتياجات الإنسان في المستشفيات ومراكز غسيل الكلى وغيره. فاستعادته الآن سيتمكن من استعادة دوره الإنساني المجتمعي، وتحرم الحوثي من أهم ممرات تهريب الأسلحة وأدوات الموت وهي ميناء الحديدة، ناهيك عن أن سيتم يعني سيترتب على السيطرة على ميناء الحديدة استكمال السيطرة على ميناء اللحية والصليط وجزيرة كمران أيضا، وهي من المنافذ البحرية والساحلية المهمة التي ما زال الحوثي يستخدمها حتى هذه اللحظة لتوفير احتياجاته من أدوات الاستعمار. أشكرك جزيلا على هذه المداخلة معنا اللواء محسن خصروف المحلل العسكري، كنت معنا عبر الهاتف من مأرب، شكرا جزيلا لك.